وفي سلامة الطرقات، سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني حملة تحسيسية خاصة عبر مختلف نقاط المراقبة الثابتة بإقليم الجزائر العاصمة والطرق المؤدية إلى الشواطئ وكذا أماكن الاستجمام بغرض الحد من حوادث المرور كون المتسبب الرئيسي هو العامل البشري. التفاصيل مع وليد مهاجري. الدرك الوطني يرافقكم من أجل صيف دون حوادث، هو شعار الحملة التحسيسية التي بادرت إليها قيادة الدرك الوطني والتي ستستمر على مدار شهر عبر مختلف نقاط المراقبة الثابتة والطرق المؤدية للشواطئ وأماكن الاستجمام. برنامجا خاصا بهذه الحملة يشمل مختلف نقاط المراقبة والسدود الثابتة المتواجدة عبر إقليم المجموعة وكذا الطرق المؤدية إلى الأماكن التي تشهد توافد المصطافين مثل الشواطئ وأماكن الراحة والاستجمام، وهذا من أجل تحسيس مستعملي الطريق بخطورة حوادث المرور وما ينجر عنها من خسائر سواء كانت بشرية مادية أو اقتصادية. إشراك جميع الشركاء الفاعلين في الميدان من أجل مضاعفة العمل الوقائي والتطوعي من شأنه إنجاح الحملة التحسيسية. العملية التحسيسية في هذه الصائفة من أجل التقليل من حوادث المرور في الطرقات السريعة، وإحنا دائما في التنسيق معهم. احنا شاركناهم بهذا البرنامج اليوم لتحسيس السائقين وكل مستعملين الطريق لتفادي التزام بقواعد السير وقوانين المرور. التوجه للسواق مباشرة كونه من المسؤولين المباشرين في الحوادث وارتكاب المخالفات أمر استحسنه مستعملي المركبات. La campagne là va porter ses fruits et que le niveau de décès et d'accidents va vraiment vraiment baisser pour cet été 2018. Franchement, pour notre jeunesse, on a été jeunes, on sait ce que c'est, donc on aimerait vraiment que les jeunes prennent conscience de tous ces dangers. C'est bien, alhamdoulilah, la dunya hada kitwa'i lnas, lnas kitwa'aw tkoun dawa mliha fi souq, tsouq mlih, trouh prop, ma kanhtaj inchallah hata les accidents. تقديم توجيهات بخصوص قواعد السلامة المرورية لتخفيف حوادث المرور هي حملة رفعتها قيادة الدرك الوطني للحد من إرهاب الطرقات.